جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو توضيح نظام الكفالة في الإسلام وفقكم الله لكل خير. الكفالة في الإسلام هي الكفالة بالبدن، كأن يكون شخص عليه دين، كأن يكون شخص عليه دين أو مطالب بخصومة عند القاضي، فتتكفل إحضاره عند الطلب من أجل أن يطلق من السجن أو من التوقيف ليذهب لمصالحه، وتتكفل بإحضاره عند الطلب عندما يطلبه خصمه أو يطلبه القاضي، تتكفل بإحضاره. هذه هي الكفالة. نعم.